عرفت ان انت دارسه سياحه وفنادق. ودرست سياحة وفنادق وبعدين درست اعلام. والله طب انت طب ما دخلتيش فعلا اعلام من الاول ليه؟ بصي، انا كان وائل اخويا، لانه انا كنت بعمل حفلات المدرسه كلها، وكنت شويه جت فتره كنت عايزه امثل، وبعدين بعمل الحفلات وبعمل مسرحيات في المدرسه وكنت بكتب. فكان وائل قلقان ان انا ادخل المجال، مش عايزني والله ادخل المجال خالص، مع ان العيله كلها في المجال. مش عايزني ادخل مجال، وقلقان ان انا يجي عليا وقت ابقى لا ما يعني مهتمه بالتمثيل وامثل ومش عارفه ايه وكده، فكان عايز يبعدني تماما عن عن اني الموضوع. لحد ما خلاص خلصت سياحه وفنادق. وبعدين بقى كنت بدات، يعني انت داخله سياحه وفنادق علشان رغبه الاسره انهم مش عايزين تدخلي مش اعلام. عايزيني ادخل، وكان وقتها سياحه وفنادق كانت لسه طالعه جديد، والموضوع يعني لو مختلف. فانا دخلت سياحه، تخصصت سياحه كمان علشان خاطر ايه، ماشي طيب انا مش هدخل المجال اهو كنت خلاص، حابه تطلعي انا ايه بقى بعد ما بسمع دخلت سياحه وفنادق؟ الهدف ايه بقى؟ كان بقى مضيفه بالظبط اللي هو حلم الجيل كل كله. البنات. الجيل كله في الفتره دي كان عايز يطلع مضيفات، ما اعرفش مين اللي كان هيقعد في البيت. انا مش عارفه طبعا. بعد كده ادركت بالظبط. كويس انه ما لا لا ما ينفعش طبعا. في الفتره دي انا اشتغلت مع وائل وانا في تانية ثانوي، قبل الموضوع ده خالص يعني. ماما قعدت تتحايل على وائل، كان بيعمل برامج في الاي ار سي، طب خدها، طب جربها، طب مره من نفسها، طب ما هو لو مش انت هيبقى مين؟ مين؟ وانا بقى ايه، انا يعني فرق بيني وبين وائل الكبير، وائل اخويا الكبير، ومحمد برضو فرق بيننا وبين بعض كبير، انا اصغر واحده، فاللي هو يعني ايه، هم يعني وائل بالنسبه لي الدلوعه ابويا بتاعتهم يعني. بقى وكده. اشتغلت معايا، عملت اول حلقه، كان برنامج اسمه سهره مع فنان، عملت اول حلقه مع الفنانه ليلى غفران، سهره كانت ساعه ونص. كمساعدة مخرج؟ لا امال ايه؟ كمذيع. والله ما شاء الله، ايه ده يعني ايوه. من دل ده على طول مفيش. على طول. بس وبعد كده كنت انا بقى خلاص وعرفتي تتعاملي والدنيا تمام وما شاء الله. طبعا كنت صغيره وانتي جدا في ثانوي. ومكسوفه وحاجات كده. بس بعد كده اتعاملتي. اشتغلت مع وائل مساعد مخرج، وانا شغاله معاه مساعد مخرج في فطوطه، حد من المصورين قال لي لميا انت وشك حلو والكاميرا تحب وشك، ومش في تقديمات دلوقتي في التلفزيون يلا. لمذيعات وكده، القنوات المتخصصه، ده التلفزيون المصري. التلفزيون المصري تروحي تقابلي حد وكده. فقلت له اوكي، رحت قابلتهم، عملوا لي تيست، قريت نشره اخبار كده، وعايزه اقول لك ان انا خدوها ساعتها، من كتر ما انا قلتها كويس يعني الحمد لله خدوها ساعتها وزعوها. ما شاء الله. وبدات بقى. بس كنت ومن في الفتره هنا دي كانت لسه مش البدايه. محجبه، كنتش اتحجبت كل لسه. ده من غير الحجاب. بس قعدتي فتره كبيره شغاله من غير حجاب؟ قعدت حوالي سنه ونص تقريبا. لا مش كتير يعني، ده حاجه بسيطه جدا. وبعدين بقى اتجوزت وجبت رؤيه، وبعد رؤية جبت كريم، ما شاء الله بينهم وبين بعض ما ثلاث شاء سنين الله وست شهور. ما شاء الله. ورجعت بقى بعد، يعني كان كريم عنده حوالي 4 شهور، كنت خلاص اتحجبت ما شاء الله.